اليوم راح يكون يوم مختلف، راح اخذكم بجولة بمكان كل واحد يدخل البغداد يشوفه بس ما يعرف شنو تفاصيله. دخلنا اليوم حتى نعرف التفاصيل. اليوم وين نتواجد؟ نتواجد بفندق قلب العالم. تعالوا ياي نتعرف على تفاصيل فندق قلب العالم، ايش بيه؟ شنو هذا الفندق؟ ايش موجود ما موجود بيه؟ بالعراق قادر اكيد فخورين بهذا المنجز وكل المنجزات اللي تأسس إلى مبدأ العمران بالعراق. خليكم وياه. وبموقع مميز. بموقع يراعي موقع المميز اللي هو قلت لك مقابل وحاضر لنهر دجلة، ويؤدي هاي الوظائف ويليق بواجهة يعني سياحية وحضارية ضمن تصميم الجامع بين الكلاسيك والمودرن في بغداد. وبعد إجراء هاي المسابقة تم ترشيح تصميم شركة دي اس سي المصرية. سعد عبد الكريم، انتم كإدارة شنو البصمة اللي تريد تتركوها بالعاصمة بغداد؟ عندنا هواي فنادق دولية، اكيد انتم اكو بصمة تحبون تتركوها بقلب بغداد. يعني كمشروع وكموقع المشروع ومدى تأثير على السياحة بالبلد، ومدى أنه يكون واجهة لبغداد ولكل السواح القادمين إلى بغداد، أكيد راح يكون بصمة كبيرة لكل عامل، لكل فرد عمل في هذا المشروع. الهوية الحضارية من أهم البصمات اللي ممكن تترك أثر بأغلب المشاريع العمرانية بالعالم. قلب العالم كيف استثمر الهوية الحضارية للعراق وتاريخه؟ بعد ما تجولت أنا ومهندسة فراح سولفت لنا عن هذا الموضوع. أنا وياكم خلينا نتعرف بعد ما سولفنا وياها شلون استثمروا الحضارة العراقية وتاريخها بالتصاميم الخاصة بهذا الفندق. إن شاء الله فرح مهندسة بهذا المشروع الضخم، المشروع الاستثماري واختصاصك بتصميم المعماري. نعم. يمكن نشوف كثير من الفنادق العالمية تحاول أن تبرز هوية البلد اللي ينتمي له هذا الفندق. إحنا اليوم بفندق قلب العالم، شنو اللي استوحيتوه من الأرث التاريخي والحضاري العراقي يعني جبتوه هنا حتى تنقلون السياح اللي يجون لهذا الفندق إلى الحضارة العراقية بالتصميم؟ تمام، يعني هو بصورة عامة المشروع مستوحى من الثقافات والحضارات العراقية القديمة، السومرية والأكدية والبابلية، واللي هي من عكسه على التصميم الداخلي للمشروع بالإضافة على الواجهات الخارجية. تمام. فحالياً يتم تنصيب أعمال الجي آر بي اللي هي تحتوي على أقواس عباسية، وبالإضافة إلى أجزاء بها سي إن سي اللي تتطابع إسلامي للمشروع.